حاضر يا ماما هبعتهولك طبعا يا ماما هقعد هبعتهولك انا حاجه ازاي يا ماما بس يا ولد انت هو اقعده لا مش بزعق يا ماما مش بزعق يا ماما خالص عليا يا ولد يلا اقعدي كله الساعه 10 انا قد الحمل بتاعي بس هكلمك تاني يا ماما بقول لكم ايه بقى كفايه بقى انتوا الاثنين كرهتوني انتوا هتجننوني بقول لكم ايه انا العفريت الازرق بيتنطط قدام وشي كفايه كفايه بقى ابوس ايدك مش قادر انت مين انت يا بني ادم وجاي تعمل ايه هنا يا فندم لا مش بني ادم انا عفريت انا العفريت الازرق اللي بيتنطط في وش حضرتك غالبا انا اللي كنت بتنطط في وشك الصبح وانت بتركبيهم الباص وانا اللي كنت بتنطط في وشك امبارح وانت بتحميهم حتى اتزحلقت في البانيو زحليقه وحشه قوي لا لا سلامتك امرني يا فندم انا ما بقتش حمل التنطيط ده بقى والله سني ما بقاش يسمح انا تربيه رياضيه دفعه 98 انا جاي لك بقى قلت اظهر لك علشان خاطر انت تستريحي شويه وانا اريح من موضوع التنطيط ده حبه هتعمل لي ايه يعني انا زهقت خلاص وتعبت وما بقاش في اي حاجه في ايدي اعملها لا ازاي في ايدك كتير وانا ايه ده لا انت ايدك مقشفه خالص ما هي دي الايد اللي بتغسل وبتنشر وبتوصل وبتحمي ومفيش فايده طبعا ما انت الشغاله اللي اشتروها مش كفايه جوزك اللي قاعد ماموريه في الغردقه بيقول لك الماموريه قال وسايبك في الغلب اللي انت فيه ده فين فين ساره بتاعت ايام الجامعه اللي كانت تعجب العفريت سالين انا تبقالك 9 سنين نفسك تروحي سبا نفسك تشغلي فيلم حلو على رواقة تتفرجي عليه كل الوقت بقى انك تدلعي نفسك شوية ماشي بس يعني طب والعيال العيال هنعمل فيهم ايه مش فاهمة حضرتك لو بتصبحيهم بشبشب وتمسيهم بشبشب ما كانش ده يبقى حالك لكن نعمل ايه في امهات اليومين دول الله يمسكي بالخير يا ماما كانت تنسعني الشبشب من دول اقول يا عين صلي يلا نهايته شوف يا فندم انا لابس الوان ازازه الحاجه الساعه لكن ده مش معناه ان انا تافه انا عفريت حرفيا موضوع العيال ده ممكن يتحل في لحظه اعتبري ولادك دلوقتي عند عمتهم صفاء في الهرم خلاص ياه هدوء وفي حاجات كتير قوي ممكن اعملها انا بقول بقى نقوم نفرفش كده ها نلبس لبس لطيف تفتحي التلاجة وتطلعي الكبكيكاية اللذيذة اللي بقالنا أسبوع حيحين عليها نفسنا ندوقها ومش عارفين فاكراها الريد فيلفيت انت لا بس دي كان عمر منمر عليها الفطار يو فكرتني ده مروان تلاقيه ما كلش البسله انت تلاقيها في تاني يا حبيبي وعمر تلاقيه بيلعب وعرق ولابس خفيف لا 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 انا مش مطمنه لا معلش لا وعلى فكره عمتهم دي مهمله جدا لا لا رجعلي عيالي رجعلي عيالي لا انا مش مطمنه عيالي حبايبي مش فانا اقول لها كب كيك تقولي الواد بيعرق مروان تلاقيه ما عملش الهوم ورك بتاعه بتاع المس والمس هتزعق له لا يا حبايبي يا مساكين ما تزعق له المس ولا تكسر له دماغه لا انا محدش يزعق لعيالي بقول لك ارجعهم لي لا بقى انا تعبت بقى انا لساني اتدلدل منك مش معقول انا اصلا ما بحبش شغل الامهات فعلا من زمان ما بحبوش انتوا مفيش فايده فيكم وترجعي بقى تشتكي تقولي لي احلامي وحياتي وقفنت زهره شبابي عشان خاطر الاولاد وبعدين تقولي اصل الباب ما معاه فين بقى اكل البسله ده انا عامل هوم ورك وبعدين خلاص بقى خلاص ما تشتكيش تاني عيالك اهم جوه اشبعي بيهم ولد انت بتزعقلي تعالي صوتك عليا مفيش حد صوته هنا بيعلى غير صوت ماما فاهم ولا لا اوكي ها اتفضل قدام حاضر لا تعالى هنا ماله وشك ده ايه اللون ده مالك مزرق كده لا يا فندم انا عفريت ازرق وده اللون بتاع الفابريكا اساسا وده ازرق ده ده ازرق بهتان وحالته منيله انت عارف لو كلت الازرق ده هيلعلع عامله بسله والبسله دي مفيده جدا 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 للازرق يلا اقعد كل لا يا فندم احنا كعفاريت بالنسبه لنا البسله ممكن اتحرق في بسلايه ولد قلنا ايه وكانت البلحة ايه بس ده انا لقيت حد هيعرف يجيب لنا الأورجازة لغاية عندنا عفريت ماما مروان بيقول انت ازرق ما تقولوش كده يا مروان انت جميل يا حبيبي قالت لي انت جميل جميل